في الاراضي الجديده وهي مستقبل الزراعه بنتكلم دايما ان احنا عندنا مشاكل في المياه او جوده المياه بتسبب مشاكل في انبات المحاصيل، ارتفاع نسبه الملوحه في المياه، زياده الحديد، كلها عوائق امام التنميه الحديثه او التنميه الزراعيه الحديثه. استخدام تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي في رحلتي في برنامج اسال مجرب اكتشفت ان هي فعلا قدرت تحل المشكله دي بنسبه كبيره جدا، وده ما كانش كلامي، لا ده كان نجاحات برصدها من على ارض الواقع، كان كلام المزارعين نفسهم او اصحاب هذه الاراضي اللي اكدوا ان بعد سنين طويله من العناء ومن مشاكل كتيره جدا كانوا بيواجهوها بسبب ارتفاع نسبه الملوحه في المياه والتربه قدر ان هم يتغلبوا عليها. النهارده انا معاكم في محافظه الاسماعيليه، ارض رمليه نسبه ملوحه مرتفعه، موجود معاكم في ارض فيها اشجار مانجا، عايزين نتعرف على قصه من قصص الكفاح الى مرحله النجاح. في مراحل كتير جدا مرنا بيها لغايه لما ابتدينا نقف على رجلينا مره ثانيه. تعرف البدايه برحب بحضرتك واتعرف عليك. السيد ابراهيم احمد من الملاك ابو حماد شريه، بس المزرعه في وادي الملاك اللي هي محافظه الاسماعيليه. احنا دلوقتي في وادي الملاك، انما حضرتك من الشريه. انما حضرتك من الشريه ومن مركز ابو حماد. اهلا بيك. المكان هنا بقالك فيه كام سنه؟ المكان هنا بقالي فيه اكتر من 25 سنه. ما شاء الله. الارض دي كام فدان فيها كام بير؟ من يوم ما ابتديت تشتغل فيها ايه المراحل اللي انت مريت بيها؟ والله احنا ابتدينا كان فعلا كنا شغالين الاول خضار، وكان هو الخضار كان بيتحمل نسبه الملوحه، فلما جلبنا شجر والترعه اتفتحت في حوالي 92 او 93 كانت المياه في البدايه كويسه، كان لسه نسبه الزراعه على المساحه على الترعه كلها يعني ما تتعداش ال 20%. يعني انت هنا راي ترعه مش ابار؟ لا ده انا بقول لك في البدايه. ده في البدايه. فلما دي بقى كل الناس زرعت، طبعا اهم فتره عندنا من بدايه شهر 6 حتى نهايه شهر 9 او 15 10. تمام. دي الفتره اللي بيحتاج فيها النبات لكميه ميه كافيه او اللي هي بتساعد على النمو. ففي الفتره احتياجات مائيه ليه اقصى احتياج في الفتره دي بتكون ما يكونش عندنا ميه، يعني ممكن كل 10 ايام كل 15 يوم تجينا ساعه او اتنين بس. وفعلا كان الاراضي مزروعه قبل كده زراعات تانية كانت برتقال وتجلعت وسفند كله بسبب العطش والجفاف الفترة اللي كانت. فلما ابتدأنا بقى وكنت أنا قريت على قناة مصر الزراعية الجهاز اللي هو الدلتا ووتر والأجهزة اللي هي المغناطيسية المعالجة الملوحة، فجبنا فعلا السنة اللي فاتت عدى يعني ممكن بتاع سنة بس فرق معايا، يعني ممكن نقول 90% أكتر من 90%. نسبة الملوحة حللتها عندك؟ كان نسبة الملوحة عندي في 3000 أو 3000 3000 الى 100 كده، في حدود ال 3000 جزء في المليون. الجهاز عندك بقاله سنه، ايه اللي حصل؟ ايه الفرق اللي حصل من يوم تركيب الجهاز؟ لا بسم الله ما شاء الله، يعني دلوقتي يعني حتى باين على الشجره، الاول كان في نسبه جفاف عاليه، دلوقتي في نموات بسم الله ما شاء الله، والشجره كانها يعني بتشرب نيلي بالظبط، ونسبه النمو وبيقلل معانا في فتره التسميد، لان انا اصلا شغال اورجانيك مع شركه سيكا، فنسبة التسميد عندي أصلا معلومة بعتمد على الكمبوست مرة أو حاجة في السنة. يعني أنت بتتكلم دي أشجار أورجانيك ما بتضيفلاش أسمدة؟ أورجانيك ما بضيفش أسمدة. طب وبالنسبة لو استخدام مبيدات أو مقاومة؟ لا والمقاومة برضو حيوي. يعني الشركة بتدينا بعض المبيدات اللي هي حيوية بتساعدنا على المقاومة. بعد تركيب الجهاز قست نسبة الملوحة مرة تانية ولا أنت اكتفيت إن المظاهر على الأشجار عندك في تحسن؟ اكتفيت، يعني هم قالوا لي نسبة يعني العملية ولا في تحويل الأيونات بتاعة الصوديوم أو الكربونات اللي هي الأملاح اللي هي بتتحول لأجزاء تانية، بس بقول ما حللتش أنا بعديها، بس أنا يعني لما رجيت في تحسن خلاص قلت يعني كده فعلا يبقى أصلية النتائج هي خير دليل على التجربة. استخدمت قبل كده مخفضات للاملاح او مركبات مقاومه للاملاح؟ فتره بسيطه بس كانت مكلفه يعني. مكلفه. المساحه قد ايه عندك؟ المساحه عندي 30 فدان. الجهاز مغطي المساحه بالكامل؟ الحمد لله مغطي المساحه. النتيجه عندك من اول الارض لاخرها واحد؟ لا واحد الحمد لله. زرع ايه عندك؟ ايه الاصناف اللي عندك؟ عندي مانجا ومحمله على برتقال، وفي عندي ليمون اللي هو بورده لشركه سيكم. طب المانجا ما بتتحمل ملوحه معاك لغايه كام في الميه؟ يعني المفروض ان انا المانجا اصلا المفروض ما بتتعداش ال1000 يعني. ضعيفه حساسه للملوحه. طبعا اكيد لما اكيد الملوحه قلت عن ال1000 دلوقتي عند حضرتك شايف فتره النمو دي ما كانش فيها السنه اللي فاتت، يعني كان ارتفاع الشجره ما يزيدش عن متر و60 قوي. الشجر ده عمره قد ايه؟ الشجر دي يعتبر لا بس الطعمه تعتبر عمرها يعني 5 سنوات. 5 سنين. يعني بسم الله ما شاء الله ده بقى له سنه ابتدينا نستخدم فيه جهاز معالج المياه المغناطيسي،
النموات الجديده ما شاء الله يعني زي ما احنا شايفين حالتها كويسه، وفي النموات الخضريه القمميه دي، فاحنا يعني بنتكلم على ان قدرنا نشوف مظاهر الحياه مره ثانيه داخل يعني ارض بتزرع محصول يعتبر من المحاصيل الاستثماريه. بتمنى لك التوفيق وان شاء الله القادم افضل. تقييمك ايه للجهاز في الاخر؟ راضي عنه؟ راضي ان الجهاز ده فعلا قدر يحل لك مشكله؟ لا لا فعلا راضي. انا كان عندي طبعا قبل ما اجيب الجهاز كنت بتلاقي نسبه الملوحه حوالين الشجر دلوقتي بسم الله ما شاء الله ما فيش اي ملوحه حوالين الشجر، ما فيش ملوحه يعني في منطقه الميه بيبقى فيه ملوحه دلوقتي ما فيش ملوحه. وبالنسبه لشبكه الري كان بيحصل لها مشاكل بسبب ارتفاع الملوحه؟ اكيد اكيد. نقطات بتسد عندك او لا؟ كانت نقطات السد، وفي نفس الوقت الخرطوم يعني ما كانش الفتره العمريه ما بتطولش فيه، محتاج ان انت تغيره كل فتره. كل فتره